الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا الحديث فيه تحذير بالغ، وفيه تنفير من السكوت عن إنكار المنكرات. هذا الحديث فيه تأكيد على إنكار المنكر وعلى القيام بهذا الواجب العظيم. هذا الحديث فيه يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السكوت عن إنكار المنكرات يؤدي إلى شؤم خطير يوقع في البلايا. لماذا؟ لأنه يهدد صلى الله عليه وسلم ويحذر ويخبر ويتوعد أن الذي يسكت عن إنكار المنكرات، يعني هذا إذا حصل في الأمة وسكتت عن إنكار المنكر، يؤدي بهم ذلك إلى أن تنزل عليهم النقمات والبلايا والنكبات العامة. هذا تحذير للناس: إن الناس إذا رأوا المنكر، ورأوا هنا بمعنى العلم وبمعنى المشاهدة، يعني سواء رأوا المنكرات شاهدوها عاينوها أو علموا بحصولها وهم قادرون على الإنكار ومع ذلك سكتوا ولم ينكروا ولم يحذروا، ما النتيجة؟ نكبات عامة تنزل على الأمة، نكبات بلايا مهالك تنزل على الأمة. إذن إن الناس إذا رأوا المنكر، والمنكر هو كل ما خالف الشرع من قول أو اعتقاد أو عمل، كل ما خالف الشرع يقال له منكر. المنكر ليس اسما خاصا للخمر أو للعب القمار، هذا منكر. الخمر، شرب الخمر منكر، لعب القمار منكر، أكل الربا منكر، الوشم منكر، الغيبة منكر، النميمة منكر، ترك الصلاة منكر، الكذب منكر، سب المسلم بغير حق منكر، ضرب المسلم بغير حق منكر. فإذا المنكر ليس اسما خاصا بالخمر، واضح، أو بلعب القمار، هذا منكر، لكن هناك منكرات كثيرة. إذن كل ما حرمه الشرع يقال له منكر، كل ما حرمه الشرع من اعتقاد أو قول أو عمل يقال له منكر. حتى العقائد الفاسدة هذه منكر، العقائد الفاسدة، العقائد المخالفة للقرآن هذا منكر، العقائد المكذبة للإسلام هذا منكر، العقائد المعارضة
لعقيدة النبي هذا منكر. إذن المنكر اسم لكل ما حرمه الشرع، لكل ما حرمه الشرع. ثم المنكرات ليست كلها في مرتبة واحدة، بل بعضها أشد من بعض، بعضها أخطر أكبر من بعض. أكبر المنكرات على الإطلاق الكفر بأنواعه، أكبر المنكرات، أشد المنكرات، أخطر المنكرات على الإطلاق الكفر بأنواعه. هذا أشد المنكرات، أكبر المنكرات، لأن الذي يموت على الكفر، على أي كفرية من الكفريات، هذا مخلد في جهنم. المكلف الذي يموت على الكفر هذا لا يرحمه الله في الآخرة، لا يشفع له شافع، لا يخرج من النار، لا يدخل الجنة. الله عز وجل ماذا قال؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وماذا قال أيضا؟ اسمعوا هذه الآية: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال الله عز وجل وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والرسول عليه السلام ماذا قال؟ فإن الجنة حرام على غير المسلم. وماذا قال؟ اسمعوا يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الكافر لا يدخل الجنة، فإن الجنة حرام على غير المسلم. وقال: نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن الذي يموت على الكفر من المكلفين هذا لا يرحمه الله في الآخرة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وسعت في الدنيا المؤمنين والكافرين، في الدنيا بالرزق بالصحة بالعافية بالمال، فسأكتبها أخصها في الآخرة لمن؟ للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر. إذن الذين يموتون على الكفر هؤلاء لا يرحمهم الله في الآخرة. بعض الناس ماذا يقول؟ الكافر يدخل النار، الكافر يدخل النار، ثم الله تعالى يخرجه منها ويدخله الجنة. هذا كافر، الذي يقول هذا الكلام صار مكذبا للقرآن. الكافر يدخل النار صحيح، لكن لا يخرج منها، لأن الله ماذا قال؟ وما هم بخارجين من النار. وماذا قال؟ وما هم بخارجين منها. وماذا قال؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والرسول عليه السلام ماذا قال؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما الكافر لا يشفع له شافع، الكافر لا يشفع له شافع. إذن انتبهوا، الذي يقول إن الكافر يخرج من النار ويدخل الجنة كذب الله، كذب القرآن، كذب الإجماع. والذي يقول الكافر يدخل الجنة من الأول ولا يدخل النار وهذا كافر أيضا، لأنه كذب الله. كم آية ذكرنا؟
كم حديث ذكرنا إذن هؤلاء يكذبون الله. بعض أدعياء المشيخة، بعض أدعياء الدعوة والعمل الإسلامي في التلفزيونات ماذا قالوا؟ لعنهم الله. قالوا الجنة يدخلها غير المسلم، قالوا الجنة يدخلها غير المسلم. على زعمهم الكفار إذا أحسنوا إلى الناس في الدنيا يدخلون الجنة بزعمهم. هؤلاء كذبوا الله. اسمعوا لقول الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. مين اللي له أجرا حسنا؟ المؤمن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما قال ويبشر كل الناس. واسمع لقول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واسمع لقول الله عز وجل، واسمع لقول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والإجماع نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني حافظ، والحافظ النووي، وشارح البخاري محمود العيني الحنفي، ماذا نقلوا؟ الإجماع أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات، لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب، ولا بتخفيف عذاب. الإجماع قائم على ذلك. لاحظوا كم آية، كم حديث، وهذا الإجماع، وهذا الإجماع. إذن هذا الذي يقول الكافر يدخل الجنة هذا يكذب الله عز وجل، هذا يكذب القرآن والرسول والأنبياء والقرآن، هذا ليس من المسلمين. لو كان يلبس العمامة على رأسه، لو كان يدعي المشيخة أو يقال له العلامة أو الأستاذ الشيخ الفقيه فلان الفلاني، كل هذا لا عبرة به، كل هذا عدم، كلا شيء كالعدم. إذن انتبهوا، الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم أنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المسلم. ماذا قال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، هذا القرآن. واسمع لقول الله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال ابن عباس: بأن لهم من الله فضلا كبيرا الجنة. هذا الفضل ما هو؟ لكن ارجعوا إلى أول الآية: وبشر من؟ المؤمنين. وبشر المؤمنين، ما قال وبشر كل الناس؟ آيات، آيات، وهناك آيات كثيرة غير التي تلوناها. فإذن كل ما كذب الإسلام، كل ما كذب القرآن منكر، يعني العقائد الكفرية منكر، الألفاظ الكفرية منكر، الأعمال الكفرية منكر، واضح؟ ومن هذه المنكرات التي تنتشر بين الجهال وبين الناس، وقل من ينكر وقل من يتكلم وقل من يحذر، عقيدة التشبيه والتجسيم. الآن ماذا يفعلون؟ يتكلمون في الفضائيات ويعقدون الحلقات والبرامج ويعملون الندوات والمحاضرات وينشرون في الكتب وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي المدارس والمعاهد والجامعات نوعا خبيثا من المنكرات، وهو التشبيه والتجسيم ونسبة المكان لله عز وجل ونسبة القعود والجلوس إلى الله وتشبيه الله بمخلوقاته وتشبيه كلام الله بكلام خلقه. فيقولون
الله يتكلم بحرف وصوت، يقولون بحرف وصوت، كهذا الفيديو الذي نشروه لطفلة صغيرة عندهم، يسألونها وهي تجيب، يسألونها وهي تجيب. سألتها هذه المعلمة الخبيثة، هذه التي تسألها ملعونة خبيثة نجسة تنشر الكفر، تلقن الأطفال الصغار الكفر، هذه معلمة الكفر، معلمة الشر، معلمة الضلالة. ها؟ سألتها عن كلام الله، ماذا قالت هذه الطفلة كما لقنوها وعلموها؟ قالت يتكلم بحرف وصوت، قالت بحرف وصوت، وهذه صفة المخلوق، الحرف والصوت صفة المخلوق، لأن الحرف والصوت واللغة صفات حادثة مخلوقة لها بداية، ليست أزلية، ليست أزلية. متى وجد الحرف والصوت واللغة؟ عندما وجد من يتكلم بها، وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة، أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة الملائكة وإبليس والجنة. ورد في الحديث الذي رواه البيهقي أن الله عز وجل عندما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت، الله خلق فيها النطق، مع أن الجنة جماد، لكن الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، هذا البغبغاء أليس بهيمة ومع ذلك يتكلم بخلق الله؟ فالذي أقدر الإنسان والجن والملائكة على النطق هو سبحانه قادر على أن يقدر الجماد على النطق. أليس الطعام والحصى سبح في يد الرسول معجزة للرسول؟ الله أنطقه، وهذا ليس بعزيز على الله، هذا من الممكنات. فعندما خلقت الجنة قيل لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، الله خلق فيها النطق، الجنة. وأول من تكلم أيضا بالحرف والصوت واللغة هم الملائكة، وأيضا أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة إبليس. إذن الحرف والصوت واللغة ليست صفات أزلية، إنما هي صفات مخلوقة وجدت عندما وجد من يتكلم بها، وجدت عندما وجد من يتكلم بها. فمن وصف الله تعالى بأنه يتكلم بحرف وصوت، ها، أو بحرف ولغة، هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. الذي يتكلم بالحرف والصوت واللغة عاجز، مخلوق، مسبوق، ملحوق، مسبوق، ملحوق. انتبهوا معي الآن، الذي يريد أن يقرأ المصحف، أن يقرأ القرآن، أول شيء يبدأ به ما هو؟ الباء من البسملة. هل يستطيع أن ينطق بالباء والسين معا في لحظة واحدة؟ يستطيع، ينهي حرفا ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده، يعني حروف شو؟ متعاقبة، يعني ينتقل من حرف إلى حرف. هذه صفة مين؟ المخلوق. أنا أكون ساكتا ثم أتكلم، أتكلم ثم أسكت، أنا شو؟ مخلوق، هذه صفتي. هذا، انتبهوا الآن، هذا شو؟ وكلامي صوت وحرف ولغة، كلامي صوت وحرف ولغة. إذن هذه صفات مخلوقة، من وصف الله بها فهو كافر بالإجماع، كما نقل الإجماع على ذلك الصقلي في كتابه رسالة في علم الكلام. إذن الذي يصف كلام الله بالحرف والصوت واللغة
هذا كافر بإجماع الأمة، ليس من المسلمين. كذب قول الله ليس كمثله شيء، كذب قول الله فلا تضربوا لله الأمثال، كذب قول الله هل تعلم له سميا. هم جعلوا الله مثل خلقه وجعلوه عاجزا، وجعلوه مخلوقا مسبوقا ملحوقا، وجعلوه يتكلم كما يتكلم المخلوق. فإذا هؤلاء المشبهة المجسمة الوهابية لو لقنوا هذا الكفر لطفلة صغيرة لا تنخدعوا، يهد الطفل عم بتجاوب، ما بيكونوا صلوا 3 أشهر عم بحفظوها، يمكن عم بيعلموها الكفر، عم بلقنوها الكفر. صحيح هي طفلة ليست مكلفة، لكن ماذا قال العلماء؟ من لقن الطفل كلمة الكفر هو كفر. لو كان الطفل لا يفهم، لو كان الطفل لا يعقل، لكن الذي لقنه الكفر شو؟ يكفر. أبو حنيفة ماذا يقول؟ أبو حنيفة يقول الرضا بالكفر كفر مطلقا. إذا كان الرضا بالكفر كفر مطلقا، كيف بمن يلقن الكفر لغيره ولو كان طفلا، أو لقنه لمجنون؟ لو لقنه لمجنون الملقن شو؟ كفر. الملقن كفر. فإذا لا تنخدع بهم، هؤلاء يحتالون على الناس في الأساليب لنشر الكفر. بيجي واحد جاهل ما بيفهم الدين، شو هالبنت؟ شو حافظة وعم بتجاوب؟ شو يعني البغبغاء بيجاوب؟ وبهيمة، البغبغاء بهيمة كمان بيحفظ شو عم بيقولوا الناس بالبيت، بيصير بيردد. إنه مجرد رددت معناته هذا صار هو الحق؟ لا، الحق ما جاء به الإسلام، الحق ما جاء به القرآن. فإذا انتبهوا، هذا أكبر المنكرات على الإطلاق، الكفر بأنواعه. وتشبيه الله بخلقه شو؟ كفر، خروج من الإسلام، خروج من الإسلام. سيدنا علي بن أبي طالب ماذا يقول فيما رواه عنه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي؟ اسمعوا ماذا يقول سيدنا علي، باب مدينة العلم. سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا كفارا. قال رجل يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، فيصفونه بالجسم والأعضاء. هؤلاء مشبهة مجسمة. وهذا سيدنا ومولانا وقدوتنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ماذا يقول؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا رواه عنه ابن المعلم القرشي، ورواه عنه أيضا الفقيه الشافعي نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرفعة في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع، في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة صحيفة 24، عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. يعني الصحابة والسلف والخلف على تكفير المجسمة، على تكفير المشبهة، على تكفير المجسمة. فهول اللي بيقولوا الله يتكلم بحرف وصوت، أو يقولون يتكلم بحرف ولغة، هؤلاء ليسوا من المسلمين. يكفيهم أنهم كذبوا هذه الآية: فلا تضربوا لله الأمثال. هم جعلوا لله أمثالا لا تحصى، جعلوا لله أمثالا لا تحصى. ومن المنكرات الاعتقادية الكفرية قول هؤلاء المشبهة المجسمة: الله بذاته على العرش. كلمة بذاته من أين جاءوا بها؟ كلمة حقيقة من أين جاءوا بها؟ كلمة جالس من أين جاءوا بها؟ كلمة قاعد من أين جاءوا بها؟ من اليهود.
من اليهود. ارجعوا إلى كتب عقائد الأمة الإسلامية، عقائد الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، عندما يعرفون المجسمة يقولون: وأول ما ظهر التجسيم من اليهود وأخذت منهم المشبهة المجسمة. من اليهود هم الذين يقولون الله جالس على العرش، وإجوا هول الوهبية أتباع ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب ينشرون عقائد اليهود، لكن بزعمهم بأسماء إسلامية، لكن على زعمهم بأسماء إسلامية. بعضهم يكذب، بعضهم يكذب بيقول لا نحن لا نقول بالجلوس. ليه؟ لأن اللفظ مستبشع. يكذب يقول لا نقول بالقعود لأن اللفظ مستشنع، لكن الواقع يكذبهم، الواقع يفضحهم. هذا كتاب ابن تيمية. مين ابن تيمية؟ إمام وزعيم ومعلم وقدوة. ماذا يقول ابن تيمية؟ اسمعوا هذه العبارة في كتابه المسمى شرح حديث النزول، طبعة دار العاصمة المملكة العربية السعودية، سنة 93، صحيفة 400. يقول: فما جاءت به الآثار عن النبي من لفظ القعود والجلوس في حق الله. هذا لفظ ابن تيمية. الكتاب هن طابعينه بدار العاصمة المملكة العربية السعودية سنة 93 بصحيفة 400. يقول: فما جاءت به الآثار من لفظ القعود والجلوس عن النبي في حق الله. أي كفر هذا؟ أي بشاعة؟ أي قذارة؟ أي شناعة هذه؟ هذا الكتاب يفضحهم، لكن هم يخجلون أمام العوام. لا ما بنقول جالس، ها؟ نقول بذاته. ولما يقول بذاته نفس معنى جالس. لما تقول بذاته يعني هيك جسم على جسم، وكلمة بذاته ما لها دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. هذه من تخيلات هن من عقائد اليهود. هم جاءوا بكلمة بذاته قاعد أو بذاته في السماء. هلا لما يقول قاعد ما بقى في حاجة يقول بذاته، بس لما يقول بذاته في السماء أو بذاته على العرش أو حقيقة على العرش كأنه يقول قاعد، كأنه يقول جالس، يعني جسم متصل بجسم آخر تحته، يعني التقاء واتصال جسم بجسم. وهذه صفة مين؟ صفة الأجسام، صفة المخلوقين. والله يقول ليس كمثله شيء. هذا القرآن وهم يكذبون. كتاب آخر يسمونه مجموع الفتاوى كمان لابن تيمية في المجلد الرابع صحيفة 374. يقول ابن تيمية، اسمعوا والعياذ بالله العظيم من بشاعة هذا الكلام ومن بشاعة هذا الكفر العجيب، يقول: وأن محمد رسول الله يجلسه ربه معه على العرش. والكتاب مطبوع في السعودية ومطبوع في مصر ومطبوع في لبنان، مجموع الفتاوى المجلد الرابع صحيفة 374. يقول والعياذ بالله: وأن رسول الله يجلسه ربه معه على العرش. هذه عقيدة مين؟ الحاخامات. عقيدة مين؟ الحاخامات. هم الذين يقولون جالس على العرش. هم يقولون تعب فاستلقى على العرش على قفاه ليرتاح. إذن هذا تكذيب لرب العالمين. احفظوا الآيات وقول سيدنا علي وقول الإمام الشافعي، هذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي. ثم الإجماع الذي نقله الفقيه الحنفي محمد بن محمد علاء الدين البخاري في كتابه ملجمة المجسمة صحيفة 61، يقول: فالمجسم كافر إجماعا. فالمجسم كافر إجماعا. إذن هذا أشد المنكرات، الكفر بأنواعه: تشبيه الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه. ونجد في لبنان
وفي سوريا وفي الأردن وفي مصر وفي العراق وفي الخليج من يروج لهم للأسف، من يروج لهم في مواقع التواصل، من يروج لهم وهم ينشرون عقيدة التشبيه والتجسيم، عقيدة اليهود. فإذا انتبهوا، هؤلاء كذبوا الله وكذبوا القرآن والإسلام والآيات التي ذكرناها، وهذه أقوال العلماء والإجماع كاف في الرد على ذلك. إن الناس إذا رأوا المنكر، والمنكر قد عم وانتشر، عم وطم، صار في البقاع والأسقاع، في الأرجاء، في الدول، في البلاد، حتى على منابر الجمعة، حتى على منابر الجمعة، إلا من سلمهم الله، إلا من حفظهم الله. أليس بعض هؤلاء الخطباء، أليس بعض هؤلاء الجهلاء، أليس بعض هؤلاء المشبهة المجسمة هنا في محلة قريبة من حيث نحن، قال ليت ليس كمثله شيء لم تكن في القرآن. عم بيتمنى يعني بالعامية، عم بيقول يا ليت هيدي الآية ما كانت في القرآن. عم بيتمنى، انظروا يكرهون القرآن، يبغضون القرآن لأن هذه الآية تفضحهم. ثلاثة شهدوا عليه، سمعوا منه مباشرة. أنا سمعت من الثلاثة، واحد من آل الأطير، وواحد من آل عواد، وآخر الثالث من آل المصري، شهدوا عليه أو من آل شرقاوي، شهدوا عليه، سمعوا منه يقول هذه العبارة وهو خطيب جمعة عندهم، خطيب جمعة يقول ليت ليس كمثله شيء لم تكن في القرآن. ليه؟ بدهم يعلموا الناس التشبيه والتجسيم، بدهم يعلموا الناس الكفر، بدهم يعلموا الناس أن الله قاعد على العرش، أن الله ساكن في السماء، أن الله جسم، أن الله جسد، أن الله يقعد في العرش. وهذا تكذيب لدين الله، تكذيب لعقيدة كل الأنبياء. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب؟ هذا الحديث رواه الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور، هذا كتاب في التفسير 6 مجلدات ضخمة. في هذا الكتاب روى الحافظ السيوطي جلال الدين ابن أبي بكر عبد الرحمن الفقيه الشافعي المصري، في هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب. ما معنى هذا الحديث؟ العقل لا يستطيع أن يتصور الله، الظنون والأوهام والأفهام والتخيلات لا تصل إلى الله، هو الخالق العظيم. شو بيقولوا لكم هؤلاء الوهابية بشان يموهوا على الناس؟ بيقول لك كيف عم بتقول منه جسم ومنه حجم، وليس قاعدا وليس جالسا، ولا يسكن السماء، وليس قاعدا على العرش، إذن أنتم نفيتم ربكم. بيقولوا هيك للجهال مشان يفزعوهن فيجروهن للتشبيه والتجسيم. كيف بتردوا عليهم؟ بالدليل العقلي. آيات، ذكرنا آيات وذكرنا حديث وذكرنا ماذا قال العلماء. بالدليل العقلي كيف بتردوا عليهم؟ اسمعوا هذا الدليل وهالجواب احفظوه. يقال لهم ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور بالعقل، يعني منه شرط لتؤمن وتصدق بوجود الشيء انك تقدر تتصوره بعقلك، هذا منه شرط. ماشيين معي؟ حارجع عيد. ليس شرطا لصحة الإيمان بالشيء، للاعتقاد بوجود هذا الشيء، ليس شرطا أن تستطيع أن تتصوره بالعقل. ماشيين معي لهون؟ شيء مخلوق كلنا نعترف به، حتى هن هول المشبهة يقرون به، هو مخلوق وفي أجسادنا وفي أجسادهم، وهو الروح. هل رأينا الروح؟ هل شاهدنا الروح؟ هل رأوا الروح؟ هل شاهدوا الروح؟ طيب لو عملوا MRI
لو عملوا صور بتبين الروح شيء؟ طيب صدقوا بوجود الروح أم لا؟ آمنوا بوجود الروح أم لا؟ هل بيقدروا يتصوروا الروح؟ طيب إذا كان هذا شيء مخلوق في جسدنا صدقنا بوجوده ولا نستطيع أن نتصوره، من باب أولى أن نؤمن بوجود الله، وإن كان العقل لا يستطيع أن يتصوره، وهذا ليس إنكارا لوجوده. كون العقل لا يستطيع أن يتصور الله ليس إنكارا لوجود الله، هو موجود لكن العقل لا يستطيع أن يتصوره. لا فكرة، هذا كلام الرسول. من قلنا رواه؟ الحافظ السيوطي وأبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد. إذن بعد الآيات والحديث وأقوال العلماء، قول علي وقول الشافعي والإجماع الذي نقله علاء الدين البخاري، الآن احفظوا هذا الدليل العقلي في الرد عليهم. يقال لهم عندما يقولون لكم، عندما يقولون لأهل السنة، كيف عم بتقولوا الله موجود بلا مكان، منه جسم، منه حجم، منه شكل، منه روح، ما له شبيه، موجود بلا مكان، شو بيقولوا هن ليفزعوا الناس؟ إذا نفيتم ربكم، مشان يجروا الناس للكفر، مشان يجروا الناس ليتصوروا الله بزعمهم ولن يقدروا. بس لما بيحاول بزعمه وبيتخيل له شكل أو جسم أو قاعد أو جالس فيعتقد أن هذا هو الله، شو بيصير؟ كافر، يصير خارجا من الإسلام. طيب لما يقولوا هيك كيف بتردوا عليهم؟ اسمعوا، بتقولوا لهم ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور بالعقل، بدليل أن الروح التي فيكم صدقتم بوجودها وعقولكم لا تستطيع أن تتصورها، وهي شيء مخلوق. الروح شيء مخلوق أم لا؟ طيب إذا كان هذا الشيء المخلوق صدقتم بوجوده واعترفتم بوجوده وعقلكم ما بيقدر يتصوروا، كيف بدكن عزعمكن تتصوروا رب العالمين؟ يا فجار يا كفار، إذا كان هالمخلوق ما فيكن تتصوروا، كيف بدكن تتصوروا رب العالمين بعقولكم؟ يا من كذبتم الله، يا من شبهتم الله بخلقه، هذا دليل عقلي. دليل آخر، يقال لهم أشياء كثيرة في الكون وأخبار كثيرة في الأمم الماضية والسابقة سمعنا عنها وما شفناها بعيوننا، وبعض الأشياء انتبهوا لو حاولنا نتصورها ما بنقدر نتصور كل تفاصيلها ومع ذلك صدقنا بوجودها وهي مخلوقة. يعني مثال تاني، شو هو؟ البحر. البحر انت بتحاول تتخيل تتصور هو مخلوق، البحر ما في شك، لكن كم فيه من العجائب، كم فيه من الغرائب، مئات الآلاف الأنواع من المخلوقات بتقدر تتصورها كلها؟ كونك ما بتقدر تتصورها كلها هذا بيكون نفيا للبحر؟ هل يكون نفيا للبحر؟ لا يكون نفيا للبحر. كونك ما بتقدر تتصور كل أنواع النعيم في الجنة ولا كل تفاصيل أنواع النعيم في الجنة، هل هذا بيكون نفيا للجنة؟ الله ماذا قال في الحديث القدسي؟ أعددت لعبادي الصالحين ولا الله يقول ولا خطر على قلب بشر. فهل هذا كون هذا النعيم لم يخطر على قلوب البشر يكون نفيا لوجود الجنة؟ مع أنه الجنة مخلوقة والروح مخلوقة والبحر مخلوق. طيب شيء آخر، هن لما بيأكلوا كف على عينهم، لما واحد منهم بيصير أعور لأنه مفاتيهم إما أعور وإما أعمى. سبحان الله، شيء عجيب. مفاتيهم، لا أنا ما عم بمزح ومنا نكتة لنضحك، واحد بيعتبر آمنت بالله شيء عجيب. من شؤم هذه العقيدة، يمكن من شؤم هذه العقيدة.
إما أعور وإما أعمى. لما بينضرب على عينه يشعر بالألم أم لا يشعر؟ كونه شعر بالألم، هل رأى الألم بعينه؟ وهل يستطيع أن يتصور كيفية الألم في فكره وعقله؟ والألم موجود أو منه موجود؟ مع أنه ما بيقدر يتصور الألم. آمنت بالله. وهو وين؟ بعينه. لا إله إلا الله. إذا كانت هذه مخلوقات آمنا بوجودها وصدقنا بوجودها ومنه نفيا لوجودها، فكيف بالدنيانا عزعم نتصور الخالق العظيم وإلا بيكون نفينا وجود الله بزعمهم؟ فهمتم كيف الرد عليهم؟ ثم يقال لهم قبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلق العالم، قبل أن تخلق السماوات والأرض والعرش والفضاء والخلاء والملاء، الله موجود أم ليس موجودا؟ وبعد أن خلق العالم ما زال موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها؟ هذه سريعة كثير، حارجع عيدها. الله قبل أن يخلق العالم وقبل أن يخلق السماء والأرض والعرش والفضاء، قبل أن يخلق كل الأماكن، الله موجود؟ كان موجودا أم لا؟ وهذا ليس نفيا لوجوده. ما كان في مكان في الأزل؟ في الأزل لا يوجد مكان، كل الأماكن مخلوقة، وهيدا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق الخلق ما زال موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فكما صح وجود الله قبل خلق المكان بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده، صح وجوده بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها؟ ومن المنكرات ما ينتشر أيضا في الفضائيات، في التلفزيونات، في مواقع التواصل، في المؤتمرات، في المؤامرات، في المحاضرات، في المسلسلات، في التمثيليات، في الأفلام، وهو إباحة الزنا، إباحة اللواط، إباحة السحاق. هذا من جملة المنكرات، وإباحته كفر وخروج من الإسلام. يعني أكبر الكبائر على الإطلاق شو قلنا؟ الكفر بأنواعه. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعد القتل بغير حق شو بيجي؟ الزنا. الزنا، انظروا كم ذنب عظيم، كم أن الزنا ذنب عظيم. بيجوا هول الساقطين المنحلين الوضيعين يبيحون الزنا علنا، ويستحلون الزنا علنا، ويستحلون السحاق، المرأة مع المرأة، واللواط، الرجل مع الرجل، باسم ما يسمى بزعمهم حقوق المثليين، ويبيحون الزنا، الرجل مع المرأة، بغير عقد نكاح صحيح. هؤلاء لو فعلوا هذه الكبائر الثلاثة، الزنا واللواط والسحاق، وهم يعتقدونها حراما، ما بيكفر الواحد لو عملها، لكن شو بيكون؟ فاسق، ظالم، خبيث، ملعون، من أهل الكبائر، ما هيك؟ بس لما حللها شو صار؟ كافر لو لم يمارسها. سبحان الله، من أحل الزنا كفر لو لم يزني هو، بس أحل الزنا. من أحل اللواط كفر لو كان هو لا يتعاطى اللواط. من أحل السحاق كفر لو كانت هي لا تتعاطى السحاق، تحت حجة شو عزعمون؟ الحرية الشخصية. هي حرية شخصية. الله يقول في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون، شوفوا الاستثناء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والملك اليمين اليوم ما في. طيب اسمعوا، اسمعوا القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم
العادون يكذبون الله، يكذبون الله كهؤلاء الساقطين المنحلين الذين قالوا في هذه الليلة الماضية في بعض البرامج لواحدة وقحة رذيلة حقيرة ها قد لا ترى تحت النعل تتبجح في البرنامج أنها في اليوم الواحد تزني 9 مرات. 9 مرات بعض الذين في البرنامج ماذا قال؟ قال هذا منه زنا، لأنه مع واحد نفسه هو ذاته. قال هذا منه زنا، هذا اللي بتحبه عم بتعبر عن حبها. يعني لو كان بزعمك واحد يحبك وأراد أن يفتعل بك أنت ذلك شو؟ ماذا تقول؟ وإذا بكرة تركته وعملت مع غيره، وبعد بكرة تركت الثاني وعملت مع الثالث، وهكذا. وهذا اللي عم بيصير غالبا، وهذا اللي عم بيصير غالبا، اللي عم بيقولوا حرية شخصية، سحاق بين النسوان مع بعضهم. يعني بتجي عند أمها بتقول لها بدي أعمل معك. يعني اللي عم بيحللوا اللواط بيجوا عند بيو لعند هذا اللي عم بيحلل اللواط يفتعلون به، بيمشي الحال عندهم. ما هذه القذارات والحقارات؟ بلاء عم وانتشر، منكرات عمت وانتشرت، المخدرات، الخمور، الوشم، الزنا، الظلم، الربا، وأنواع كثيرة، وأنواع كثيرة. وقد روى القشيري عن أبي علي الدقاق أنه قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يعني أن ينكروا المنكر، يزيلوا المنكر، يغيروا المنكر. وإنكار المنكر من فروض الكفاية. يعني إذا ظهر منكر في بيروت قام بعض المسلمين فأنكر يكفي، مش كل المسلمين بدون يشاركوا، ما شرط، واضح؟ إذا قام بعض أهل البلد فأنكر يكفي، سقط الحرج عن البقية. طيب إذا كلهم سمعوا وعرفوا بهالمنكرات وكلهم طنشوا، مثل حال أكثر الناس اليوم طنشون، لا شو صار بيقولوا لبعضهم؟ خذ حبة طنش عزعمن. هذا بأمور الدين ما بيمشي، هذه العبارات مع الشريعة ومع الدين ما بتمشي. لما تكونوا قاعدين عم بتقرقوا على بعض وقاعدين بالقهوة وبالمطعم وعلى شط البحر بتقول له خذ حبة طنش، هذا عندك بحساباتك أنت. أما في الدين والشريعة هذا ما بيمشي. الساكت عن الحق شيطان أخرس. فإذا علم كل أهل البلد بظهور هذه الكفريات أو هذه المنكرات التي هي دون الكفر، كل سكتوا، كل طنشوا، كل سكتوا، كلهم أثموا، المكلفين الذين بلغهم وهم قادرون على الإنكار ولم ينكروا وسكتوا بلا عذر، كلهم أثموا. كنا مرة عند شيخنا رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، إجا شخص من أهالي بيروت، أنا كنت في المجلس كنت حاضرا، عم بيقول له يا شيخنا إخوانجية ورجبية وحبشية والمساجد وبيعلقوا ببعضهم وبيحكوا على بعض، شو بدكم فيهم؟ سكتوا عنهم ليسكتوا عنكم. قال له الشيخ نحن ما بدأنا، هم طلعت منهم منكرات فنحن حذرنا. يعني هن اللي بدأوا بالمنكرات والفساد. اسمعوا شو قال له الشيخ بعدين، قال له إن سكتنا نكون شاركنا في المعصية، إن سكتنا نكون شاركنا في المعصية. وقال إن سكتنا تتراكم علينا الذنوب، إن سكتنا تتراكم علينا الذنوب. ليش اليوم بعض الزعماء وبعض أدعياء المشيخة، أدعياء المشيخة إذا واحد بيتعرض لهم لسيارتهم لما يسمى منصب، ما يسمى منصب الدين الرسمي، أو بيتعرض لبنات، شو بيعملوا بالبلد؟ المظاهرات والمؤتمرات والاعتراضات
ورفع الدعاوى وتسكير الطرقات وحرق الدواليب وشو بعد أشياء كثيرة بتعرفوها. كرمال حكيوا على بنت فلان أو على فلان أو على منصب فلان. أين هم هؤلاء عندما يتعرض للدين ويقال عن الله ظالم في بعض التلفزيونات، ويقال عن القرآن ظلم المرأة في بعض التلفزيونات؟ أين هؤلاء العفاريت؟ لا نراهم ينكرون ولا يعترضون ولا يتكلمون وهم قادرون، هم في موقع قادرون على الإنكار، بل بيعملوا الكثير، لأن الموقع اللي هن فيه يخولهم يمكنهم. أين هم؟ لماذا هناك يتكلمون ودعاوى دولية ومؤتمرات وتلفزيونات ومعارضات وليفتات، أما في أمور الدين والتعرض للقرآن والطعن في النبي والطعن في الإسلام نراهم يخرسون، نراهم يخرسون، لا يتكلمون ولا ينكرون، وهن قادرين بتليفون ينكروا هذا المنكر ويرفعونه من البلد ويرفعونه عن الناس. لكن القيامة أمام الجميع، لكن إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ إن سكتنا تتراكم علينا الذنوب. فانتبهوا، لا نريد أن نكون شياطين خرس، ولا نريد أن تتراكم على رؤوسنا الذنوب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه بما تقدر من غير فتنة. نحن لا نطالب بفتنة ولا ندعو إلى فتنة. إذا أنت حكيت قال الله قال الرسول وبين بالدليل وبالعلم، وين الفتنة؟ وين الضرر؟ مش هن عم بيقولوا حرية الكلمة عزعم؟ مش عزعم عم بيقولوا حرية الرأي؟ مش عزعم عم بيقولوا حرية شخصية؟ ليش أنا إذا بدي أطلع أحكي وأقول قال الله قال الرسول بدها تصير فتنة عزعم؟ أما هن بدهم يتبجحوا وبدهم يتفطئوا وبدهم يكفروا ويطعنوا في القرآن وفي النبي وفي الإسلام، وبدهم إيانا نكون غنم ونسكت؟ ألا لعنة الله عليهم وعلى من يوافقهم. كيف يتجرؤون على قولهم الله ظالم عن الله في بعض البرامج؟ وهذا الدكتور الملعون الشيطان العفريت النفريت ماذا قال؟ قال الله روح والروح أنثى فنقول إمنا الله. قال إمنا الله. لعنة الله عليك وعلى من دعاك لهذا البرنامج، وعلى من مكنك، وعلى من وضع هذا الكلام الخبيث على الفضائيات. قال إمنا الله، والله يقول ليس كمثله شيء. انظروا إلى الوقاحة، إلى البجاحة، إلى الكفر. لا يستحون من الله ولا من المؤمنين. هن مثل البهائم عم بيتصابقوا ليكونوا عراد بالشوارع، عم بيتصابقوا مع البهائم. يظنون أن الحضارة والرقي والتقدم بالقزارة. ليست الحضارة بالقزارة، وليس السخافة والسفاهة والرزالة بالتقدم والحضارة. لا لا، الذي يريد التقدم والذي يريد أن يكون في المراتب العلية فبالإسلام وبتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم هول اللي قاعدين بالمناصب ولابسين اللفات على روسهم بيسموها مناصب دينية، وقاعدين مثل بعض النسوان اللي هن خايفين يطلعوا أو يحكوا ويسكتون وهم في مناصب لو تكلموا لأثروا في المجتمع، ليستعدوا ليوم القيامة ليهيئوا الجواب ليوم المعاد. من قصر منهم فالآخرة أمامه. الساكت عن الحق شيطان أخرس. بظنوا إنه القصة مناصب ووجاهة دنيوية ولفات وأسماء دينية بتخلصهم بالآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعاة على أبواب جهنم،
من استجاب لهم قذفوه فيها. قال فضلوا وأضلوا هم ومن تبعهم، هم ومن تبعهم. ماذا يقولون؟ اسمعوا هذه الآية في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اجوا مثل الغنم، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان بيتبرأ منهم، لو كانوا لابسين لفات أتباع الشياطين وأتباع الضلالة وأتباع المشيخة المزورة. ليس كل فرد، لا، عم نحكي عن المزيفين والمزورين والدجالين. لو تستروا بمناصب رسمية هذا المنصب مش هو اللي بفوت على الجنة؟ لا، مش كل واحد له منصب رسمي ولبس لفة وجبه صار من المتقين. لا، اسمع ماذا قال الرسول: العرافة حق هو العرفاء في النار. العرافة حق والعرفاء في النار، يتولون على الناس في مناصب لا يقومون بحقوقها. العرافة حق والعرفاء في النار. أليس قال القضاة ثلاثة؟ قاض في الجنة وقاضيان في النار. يبكوا عحال متخاذلين مخنوعين مخلوعين، يسكتون عن الكفريات تنتشر، وإذا واحد تعرض لبيت أو لمكتب أو مؤسسة بينزل مظاهرات حفاة في الشوارع لأجل أمر دنيوي. تفن على هؤلاء الناس الذين يرضون بالكفر وبالمنكرات تنتشر بين العباد، ولا يحذرون ولا ينكرون، ولأنفسهم يرفعونها فوق الأمور الدينية. هؤلاء خطر على الدين وخطر على الأمة وخطر على الناس والمجتمع. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال عم بيسألوا شو سبب الغلاء، شو سبب البلاء، شو سبب انتشار السرطان، شو سبب انتشار السكري والضغط والاشتراكات، وشو سبب الزلازل والطوفان والحرائق والنيران والأوبئة والأمراض التي لم تكن موجودة في الماضي، واقتتال الدول والبلاد فيما بينها والشعوب فيما بينهم. كل هيدا ما عارفين شو السبب. هذا الحديث يبين لكم السبب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله قربة. أوشك قربة أن يعمهم الله بعقاب، يعني هذه النكبات العامة اللي عم تحصل اليوم. ويتوقعوا بعد، يتوقعوا بعد. شوفوا السرطان منتشر بين الناس كأنه قريب، مثل القريب، ولد صغير سنة معه سرطان، سنتين، ختيارة شابة، ختيار شاب. كم واحد صاروا بهالجمعتين ميتين من السرطان؟ هذا ممن نعرفهم نحن، ممن نعرفهم. روحوا شوفوا الإحصائيات، شوفوا شو عم بيصير بالدول. قال شو السبب، شو السبب؟ اسمع: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فيا إخواني، علم وعمل. انتبهوا الأيام المقبلة، كثير من السفهاء الماجنين المنحلين ينساقون إلى الزنا وإلى شرب الخمر وإلى القمار وإلى القذارة والحقارة، باسم ما يسمى بزعمهم أعياد، باسم ما يسمى فرفش، باسم ما يسمى الحرية الشخصية. انتبهوا، هذه الأيام المقبلة أقبلوا أنتم إلى طاعة الله وأكثروا من طاعة الله، واحذروا، احذروا أن تكونوا من هؤلاء الشياطين الذين يروجون فيما بينهم للمنكرات. بيصير بيطبقوا بعضهم، بيصير بيطبقوا بعضهم، بيعملوا سهرات وظهرات. وين؟ بالفساد. سهرات وظهرات وين؟ في المنكرات. انتبهوا، الآخرة أمام الجميع.
لذلك علينا أن نقبل إلى العلم وإلى طاعة الله ونستعد للموت والرحيل عن هذه الدنيا قبل أن يفاجئنا عزرائيل عليه السلام.